في وضح النهار وبلمح البصر قد تجد نفسك تعرضت للسرقة في شوارع لندن، وقبل استيعابك للحدث يختفي اللص المتمرس، حالة قد تراها في عدد من العواصم الأوروبية، لأن تزايدها في لندن دفع السفارة السعودية مؤخرا إلى تحذير السائحين منها، داعية إلى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة. غالبا ما تكثر حالات السرقة في شوارع مركز العاصمة لندن، ومن قبل عصابات منظمة تستغل وجود السائحين وزحامهم في مراكز التسوق. وغالبا ما يعتبر السائح العربي أكثر ضحايا عمليات السرقة والاحتيال، نظرا لما يظهره علنا من اقتنائه لممتلكات ثمينة في شوارع العاصمة. ولما كنت أمشي في أكسفورد ستريت كان جدا زحمة، وكان غلطي أني أنا حاطة الشنطة على كتفي، ما كنت حطتها كروس، لذلك قصوا السير من الجهتين، ما انتبهت أبدا إلا بعدها بخمس دقائق. سجلت الشرطة في لندن أكثر من 24 ألف جريمة سرقة لهذا العام، فيما بلغت السرقات ذروتها بين عامي 2019-2021 لتتجاوز 40 ألف جريمة سرقة مسجلة. طبعاً من الاحتياطات اللي أخذتها أنا أطلع بس بتلفون وأخلي كل الدفع عن طريق الشبكة يعني، وطالع بجيوب اللي هي السحاب يعني عسبة ما يصير أي شيء. أهم شيء هنا في لندن أنك ما تلبس براندات، يعني براندات كثيرة ما تلبس ذهب أكسسوريز، بس إن إذا بتلبس شنطة يعني نحطها كذا في الوسط. فيما يرى البعض أنها مبالغة إعلامية وتضخيم للحقائق. دائما أسمع الناس يقولون أنت بالسرقات، جيت هنا يمكن أكثر شخص يعني جيت كثير، دائما أجي ما أشوف شيء، بالعكس الكلام أسمع ولا أشوفه. تزايد حالات السرقة قد يسرب القلق في قلوب البعض، مما يغير الصورة السياحية لمدينة الضباب. للإخبارية مهند الراوي، لندن.